في قلب الأزمة بين صرب كوسوفو وألبانيا، الولايات المتحدة حاضرة هنا في بلديات شمال كوسوفو المشتعلة. لا يبدو التوتر هنا مجرد صراع بين قوميتين متخاصمتين على تقسيم الجغرافيا. زملاؤكم في المهنة، وسائل الإعلام الصربية والألبانية تلقت مئات الصور والفيديوهات، ولا دليل على أن المتظاهرين الصرب ارتكبوا جرائم. إنهم يدافعون عن أرضهم وحقوقهم، والمحاكم لم تثبت عليهم أي تهمة، ومع ذلك أدرجوا في قائمة الإرهاب. منشغلة روسيا بحربها في أوكرانيا، لكنها لم تغب دبلوماسيا، تؤازر الصرب المحتجين وتدعم موقف بلغراد الرافض لاستقلال كوسوفو. الزعيم الروسي قيصر هنا في بلديات كوسوفو الجبلية التي يهيمن عليها الصرب. على الجدران يرسم المحتجون الصرب شعارات يخطها الجنود الروس على آلياتهم الحربية في أوكرانيا. قبل 23 عاما ساعدت الولايات المتحدة جيش تحرير كوسوفو على سحق الجيش الصربي، ورعت الجمهورية الفتية دبلوماسيا. من وقتها ولد جيل كامل من الألبان أدار ظهره لروسيا، يتحدث الإنجليزية بينما يمقت صرب كوسوفو كل ما هو غربي. لذلك كل ما تحقق من تعايش سلمي بين القوميتين بقي هشا. سعيد مسلم ألباني يحرس مقبرة مسيحية يتقاسمها الصرب الأرثوذكس والألبان الكاثوليك. نخشى أن تعود الحرب مجددا، كانت مأساوية علينا جميعا، لم يسلم منها الأحياء والأموات، والآن تعود الكراهية لتدنس قبور الضحايا. حصدت الحرب الدامية في نهاية التسعينيات 13,000 قتيل، 11,000 منهم ألبان. مجازر فظيعة وقعت هنا، وما زالت محكمة جرائم الحرب في لاهاي تنبش قبورها. وصل التوتر إلى الموتى في قبورهم. يتهم الصرب متعصبين من قومية الألبان بالتسلل ليلا وتخريب شواهد قبور لضحايا حرب كوسوفو. كانت حربا قذرة تخللتها مجازر إبادة في قلب أوروبا، وما زالت تطل برأسها. من بلدة كوسوفسكا، صابر أيوب، العربي، شمال كوسوفو.